إشاع كذبة كبيرة منذ فترة بأن هناك إسلام سياسي، وأن كل ما أجري هو بسبب الأحزاب اللي تحمل لواء هذا الإسلام. بس الحقيقة حسب رأيي أن هذه العبارة هي عبارة مطاطة وضعت خصيصا لتسويف الحقيقة وتأجيل الكشف عنها لصالح ما أسميهم بكرادلة الإسلام الرسمي اللي يعتبر نفسه عاقل وملتزم جدا. وهذا الإسلام السياسي أو الرسمي وليس الشعبي هو اللي احنا يعني تحملنا سياساته وطرقه في التلقين والتعليم وتأهيل الناس لقرون طويلة. وكما تعرفون احنا ما نحن عليه الآن هو نتاج هذا الإسلام الرسمي الذي صنعه عشرات بل مئات الفقهاء اللي يعني أثر تعاونهم مع السلطة. كلنا نعرف دجل وعلى عقلانية هذا الادعاء بأن هذا الإسلام أن هنالك إسلام صحيح وإسلام دقيق، لكن احنا نعرف أن كلمة الإسلام نفسها ما عادت كافية حتى تعبر عن جوهر الإسلام الديني أو السياسي. فأنا أعتقد بأن هذا الإسلام اللي يتحدث عنه هذا هو بعيد عن فكرة الدين نفسه. لماذا؟ لأنه يفتقر حتى للجانب الروحي الضروري لوجود أي دين. هذا الجانب هو يعني اللي يتمثله أكثر شيء خاصة ما يتعلق بالإسلام يتمثله الفترة المكية لنزول الوحي. يعني هاي الفترة هي اللي اتاشت عليها تيارات مختلفة من أبرزها التيارات الصوفية وأيضا الأديان يعني الدين الشعبي اللي اعتنقته أمك وأمي وأبوك وأبوي، وهؤلاء هم اللي كانوا يمارسون الدين ببساطة ويعتبرون الدين هو رحمة وتسامح وتآلف وجمع كلمة الناس، ما أتم في تصور آخر غير هذا. يمكن بالتالي القول بأن الإسلام السياسي هو مصطلح سياسي إعلامي وضع خصيصا يعني مثل ما وضعت كلمة داعش والقاعدة وغيرها، كان الهدف منها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة الدين الذي يعتبر هو الدين الحق، وهذا كله لصالح جهات حاكمة ومهيمنة وعريقة في القدم. اللي يعني بالضبط أنه هنالك صار تحويل نوع من اللعب على الكلمات والمفاهيم، فصلوا الإسلام عن إسلاميته وقالوا أنه هنالك شيء اسمه إسلام سياسي. في الحقيقة الإسلام هو ماكو شيء اسمه إسلام سياسي، هو الإسلام هو إسلام وإلا ما. يعني هل هناك إسلام اقتصادي مثلا؟ يعني هو الإسلام إسلام، هو يعني هو يعني الإسلام يجمع مع السلطة ومع السياسة شيء مشترك، هو السلطة. يعني هي السلطة بحد ذاتها هي الأمر اللي يربط بين الإسلام والسياسة بشكل عام. يعني عندما تقول سلطة فأنت تعني الدين وأيضا ممكن أن تعني السياسة، فهما عملية متشابكة يعني عملة ذات وجهين. أما هذا الفصل فكان الهدف من عنده كما يبدو أنه يحاب أن الإسلام المؤسساتي الرسمي واللي هو موروث اللي وضعه فقهاء من قبل أكثر من 1000 سنة هو هذا الإسلام الحقيقي، وهذا الإسلام اللي الآن يعاني بسبب الإسلام السياسي اللي هو نتاج ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وسكانية عموما. يعني ناس هاي بسبب نمط السداد السياسي والحكومات الجائرة في المنطقة منذ بدء التاريخ لحد الآن هي حكومات جائرة وسلطات استدادية. الآن أنا أريد أقول أريد نتحدث بصراحة، يكفي أن نتبع ما أسميه ثقافة الاجتناب اللي علينا لقنا عليها رجال الدين، وعلينا أن نواجه حقائق صارخة. إحنا مشاكلنا مشتركة مجتمعات ودول وشعوب لابد أن نعترف مصدرها وأساسها هو ديني عقائدي 100%. يعني ما نقدر نقول شيء آخر وإلا ما عندنا شيء، يعني غير الدين هو أساس الثقافي القيمي، هو اللي يوفر لنا إطار العلاقات ما بيننا ويحدد لنا ما هو الصحيح ما هو الخطأ ما هو الحلال الحرام الخير الشر الحق الباطل. هذه كلها حددناها الدين، هي اللي نعمل بها في حياتنا وهي أسس ثقافتنا ووعينا كأناس في هذا العصر. وإحنا سليلي تاريخ عريق يتناول هذه القضايا وكلها أساسها ديني، ما عندنا يعني ما عندنا أساس فلسفي مثلا حتى نقول أو عندنا مساحة للفلسفة في حياتنا.
هنالك مساحة فقط للشعر للأدب، وهذا الشعر والأدب أيضا هو يعني محسوب ضمن المناخ والفضاء الديني الثقافي، وإلا ما نجد بعض الحالات الشعر المجون والترف والصعلكة، لكن هذا أيضا محايد تماما وما إلى ذاك التأثير، ويعني يعني حديث بيعتبر عيب حتى على المستوى الشعبي. على كل حال، السؤال هو هل نستطيع نفي حقيقة أن معظم مشاكلنا هي بسبب أسسها الدينية، أسس تفكيرنا الديني وطريقتنا بالنظر للعالم والأشياء ولأنفسنا هي طريقة دينية ويجب أن نراجع هذه المسألة؟ أنا ما أشك بأنه أكو أحد ممكن ينفي هذه الحقيقة، وينفي حقيقة أن الدين هو الأساس أو التربة اللي من خلالها تنمو معظم الأشياء وتطلع من عندنا هاي الأشجار اللي يعني اللي من ثمارها هي داعش، جبهة النصرة، وهاي الحركات المسلحة المتطرفة، فضلا عن الإسلام معناها الرسمي اللي هو أشد قسوة وأشد مؤامراتية وأشد يعني أشد أثرا سلبيا على الناس من الإسلام السياسي الذي تمثل الحركات الإرهابية، لأن الحركات الإرهابية أولا وأخيرا تنتهي، ما راح تبقى. لكن هذا الإسلام السياسي هو اللي أساس تخلفنا. أقول إن إحنا إذا وقعنا بهاي الحالة راح نمضي نظل باقين سائرين في طريق الهاوية متسرنمين أو يعني سعداء أو ملتاثين بالسير بدروب هذا الطريق المليان دم، وفقط نحلم بنيل شرف الشهادة وفقا لتعاليم هذا الدجال أو ذاك، وهم هؤلاء ناس أتهم المال والحلال والقصور والأملاك الضخمة في كل دول العالم. أقول كفانا أوهاما، كفانا لصقا وترتيق بشظايا يعني أدياننا، أو هي بعبارة أخرى أوهام الكبرى، هاي الأوهام اللي يسعى بها المؤمنين لفرضها بالقوة، من يسمونه بس المؤمنين لفرضها بالقوة والغصب والقهر على الناس. لو كان هذا الدين يمتلك، أعني الدين الشائع أو الموروث، لو كان هذا الدين يمتلك جانب واحد من الحقيقة لما اضطر كهنة هذا الدين لفرضه بالقوة دائما على الجميع، ولإرغام الناس جميعا على التصديق بكل ما جاء فيه، كل صم والبكم نفذ فقط ولا تناقش. هذا أقول أن إحنا لابد كفانا أوهاما، وإسلامنا هذا الموروث هو إسلام واحد، لا فرق بين أتباع هذا الفصيل أو ذاك إلا في التفاصيل، وإلا في النفاق، وإلا في الوضوح يعني، وإلا أيضا في عدد المشجعين والمطبلين والمعجبين. الدين هو السياسة أو الوجه الآخر للسياسة وفقا للواقع والتاريخ، ومو وفقا لأقوال كتاب الإنشاء والناس اللي يعني يحاولون يصغرون أو يقزمون من حجم الأمور، ويحاولون لا الدين ما له علاقة بريء من الموضوع، دائما يحيدون هذا الجانب. هم يحيدون في حقيقة الدين الشائع الذي ورثناه دون أن نلقي نظرة عليه، ورثناه كما نورث بيت ولا نستطيع أن نجري عليه أي تصليح. يعني حتى لو ورثنا بيت الأب أو الجد أو يعني أو شخص من عائلتنا توفى، من نرث هذا البيت نحاول نسوي تصليح، نحاول بدل الأسس. إذا كان هذا البيت بسوسة مثلا أو سوس مليان سوس، يسوون غير الأرضية غير الأساس. لا، إحنا هذا الدين لا تلمس فيه، هذا هو كما هو، أي شيء ممنوع تلمسه. يعني هذا الزمن تغير، سواء حتى الهواء تغير، يعني حتى نظرتنا للسماء تغيرت، فلا بد أن نتغير ونفهم الأمور ونفرق بين الكلمات والمفاهيم اللي يضحكون علينا بها هؤلاء المنتفعون الذين يهيمنون على حياتنا ويتحكمون بكل شؤوننا. لابد من التذكير طبعا انه انا ما اعني الاسلام كفكره ورساله دينيه الهيه، انا اعني الاسلام الموروث اللي وضعه الفقهاء الاساسيين واللي هم اربعه، وشوف هاي مفارقه ايضا، انه دين 1400 سنه او اكثر من 1500 سنه ما بي بس اربع فقهاء، يعني تخيلوا اربعه او خمسه او سته لحد، وهؤلاء الفقهاء لم يظهر أي فقيه منذ 1000 سنة 1300 سنة حتى يومنا هذا،
يعني تخيل، هو الفقر اصلا لماذا وجد؟ وجد لكي يتاقلم الدين مع واقع الحياه، هو هذا تعريف الفقه الاساسي. فكيف ممكن يعني هو حتى كلمه فقه هي ان هناك شيء اسمه دين، ان تفقه ما هو هذا الدين او النص المقدس. فاحنا كيف نفقه هذا الشيء المقدس بعيون وبمنطق وبفكر وبحاجات وظروف شخص مثل ابو حنيفه النعمان توفي سنه 150 هجريه او ما يعادل 150 اعتقد، يعني 720، يعني 750 يمكن او على حدودها 750 ميلادي، يعني ما قبل 1270 سنه هذا الشخص توفي. وبعد توفي ايضا صاحب المذهب الثاني ابن حنبل، وايضا نفس الزمن عاش ويا الشافعي، وبالزمن نفسه ايضا عاش ويا المذهب الرابع. القصد انه هذا كله امر لا يجوز التفكير به، وعلينا ان نفكر بعمق ولا نستهين بمراجعه احوالنا واوضاعنا ومقارنتها مع العالم. الان عندنا مشاكل مع العالم كله، عندنا ما نعرف كيف نتحدث مع العالم، ما نعرف كيف نلتقي بالاخرين، ودائما نشعر اننا بيننا وبين الاخرين بون شاسع، وبيناتنا بحار من الدم او بحار من الذاكره، بحار من الاختلاف. كل هذا ما نحتاجه. احنا نبدو وكاننا خارج اطار العالم، كانما نحن ملتصقون بجسد العالم من الخارج، لسنا لم ن... ما زلنا لا نعد جزءا من هذا العالم، انما جزء فقط اللي يعني يعتاش على هذا العالم في كل شيء. الخلاصه انا اقول ان داعش هو الذي يمثل الاسلام الحقيقي الصافي المصفى، ليس الاسلام الذي في راسي وفي راس الناس، لا، انما الاسلام الذي ورثناه من العهود العباسيه الذي صنع في العهد العباسي والعهد الاموي قبل بقليل والعهود اللاحقه. هذا الاسلام ما له علاقه باسلام حتى ذاك، بالتاكيد له علاقه بالنص المقدس الاولي او احداث البعثه، لكن هذا الاسلام حتى لو كان صحيح في افضل احواله، يعني خلينا نقول صحيح، هذا الاسلام ورثناه كان نتاج ظروف ودول وامبراطوريات واملاك وحسب ونسب ومصالح، ويعني بحار من الدم والاف المعارك والحروب، ملايين البشر راحوا بسبب الخلافات حول هذا الاسلام اللي ورثناه. علينا الان ان نكون اكثر وعيا، نحن ابناء عصر مختلف، وعلينا ان نفهم بان الاسلام الذي ورثناه ليس هو الاسلام. وحتى لو افترضنا انه هو، لو واحد منا قال انه مذهبي هو المذهب الافضل، علينا ان نقول لا، نرجع للنص الاساسي اذا كان لابد، نرجع للنص الاساسي وكل ما عدا ذلك نشطب عليه، نشطب يعني النسبه الغالبه العظمى ما عندنا نشطب عليه، ولا نعتبر اي شيء اخر مقدسا. حتى النص القراني نعيد قراءته بشيء بالمنظور الجديد ونراه بطريقه جديده، واللي يريد يدين يدين. يعني ما نقدر احنا الان نحارب العالم على كل شيء، لابد ان نتصالح مع العالم ونجد طريقه للحوار والتلاقي مع الاخرين، ولا نعتبر انفسنا حاله يعني نافره عن الجميع، او ان الاخرين هم لا يعنونا بشيء ولا نحتاجهم، ولا نحتاج ان نتواصل معهم على المستوى الثقافي والانساني. يعني وصلت الى حد انه مرات واحد يقول لك لا تسلم على شخص من دين اخر ولا تبارك له. يعني تخيل هذا، انا ما اقصد حتى لا واحد يروح يناقشني على الحكم الفقهي او الديني، لا، الفكره هاي القطيعه بينك وبين الاخرين، هذا الحاجز اللي نبنيه بهذه الطريقه. فكر بالمضمون العملي وليس بتاصيلها او تبريرها او تفقيهها بطريقه ما، تحليلها تحليلا او تحريبا، ليس هذا السؤال. السؤال نحن بيننا وبين العالم وبين انفسنا ايضا، لاحظ، بين حاجز كبير جدا علينا نتجاوزه، واقول ان هذا الدين داعش تمثل الإسلام الحقيقي الذي ورثناه، والذي صنعه ليس القرآن، إنما صنعه آلاف الفقهاء المتعاونين مع السلطة. وأيضا هذا الدين هو اللي علينا أن نراجعه ونفكر به مجددا. هذا القول أنا نشرته قبل فترة طويلة، قد يقال ضد أو اعتراضا على هذا الرأي. لماذا هذه المبالغة بحيث أنك تقول أن الدين هو الموروث او ديننا الحالي الذي يتحدث به ونقول له الاسلام والاسلام والاسلام، ان هذا الاسلام والدين هو سبب تخلفنا و100 بنسبه 100%.
أليست هذه مبالغة ومغالاة؟ ولأن قد يقول أنه هذا مشاكلنا الآن أكثر تعقيدا من مسألة الدين فقط. الدين ربما سبب من المشاكل لكن هو أحد هذه الأسباب، هنالك أسباب أخرى جغرافية، أكو عوامل اقتصادية، تدخلات دول كبرى حاليا وحتى دول كبرى قديما مثل الدول يعني الأقوام الأخرى العثمانية، المغول، الدولة الرومانية والبيزنطية، يعني تدخلات كثيرة كانت قديما وحديثا. فلماذا تضع التهمة كلها في رقبة الدين بالكامل؟ بدليل أيضا ربما يعترض آخر يقول أنه هذا الدين يعني هو مو نفسه اللي قبل 20 سنة، يعني هو مو الدين اللي كان اللي نشأ عليه آبائنا وأمهاتنا ولا نشأ علينا أجدادنا القريبين. أقول هذا صحيح، يعني بالعكس أنه هو 100% بسبب مشاكلنا الثقافية الدينية. أنا ما أعني بأنه الأوضاع العامة، يعني أكو خلافات سياسية، أكو خلافات اقتصادية، أكو ظروف، أكو كذا، لكن إحنا الرؤية، أنا أتحدث عن الرؤية الثقافية المعرفية. عندما أقول أنه سبب رئيسي في المشاكل نحن نرى بعين الدين، يعني الدين هو النظارة اللي نفتيها مو على عيوننا، نفتي بها على عقولنا ومن خلالها نرى الأشياء. هذه النظارة لا نستطيع التخلي عنها، لأننا منذ أن ننشأ نولد ضمن إطار غير مدروس وموروث وتاركينا كما هو براجعة. يعني أنت مثلا الطفل يولد ويتعلم، على أضرب مثل بسيط، الطفل يولد ويتعلم يرتدي مثلا دشداشة فرضا، أو يرتدي في الشعر دشداشة، خلينا نجيب مثال بسيط، فهو عمره كله 20 سنة يوصل هو مرتدي هاي الدشداشة، فصير الدشداشة جزء منه ما يتحمل، يعني لا يستطيع أن يتصرف بدون ما تبقى إلى طول العمر معه. فأنا هكذلك على مستوى أوسع معرفي وثقافي، إحنا نولد ضمن مسارات ثقافية ومعرفية باتت تترك لنا فرصة أن نرى الأمور بطريقة أخرى. أضرب مثل آخر، إحنا نولد ونمشي نسير في طريق محدد، إن سلفا، لأن ما نولد معانا الطريق، المحيط اللي نولد به هو اللي يعلمنا على الطريق، طريقة ما هو الصح ما هو الغلط، هل يجوز أكل هذا الشيء، هل لا يجوز أكل هذا الشيء، كيف نحيي الآخرين، هاي كلها ثقافة، هاي كلها هي يعني إنه هذا الطريق هو كل دينهم لحد الآن، لنواجه مشاكل بهذا الطريق ونواجه عراقيل وصدمات، والطريق مليان حفر، مليان مكائد، مليان إشكالات، كثير من يعني اللصوص والعصابات اللي تنزو هذا الطريق وتحاول أن تستثمره، خلينا نفترض هاي العصابات واللصوص على مستوى كبير الدول العظمى مثلا، فهذا الطريق مالتنا ما جاي راجعة. هاي الفكرة، فإحنا مثلا عندنا وجدت ناس متطرفين في هذا الطريق من بيناتنا، اجت الدول العظمى استثمرتهم، إحنا ما نظفنا هذا الطريق، يعني ما تخلصنا من المادة اللي التهمها هؤلاء الدواعش مثلا، أو التهمها ناس متعصبين للمذهب الشيعي أو ناس متعصبين للسلفية، فهذا ما نظفناه. يعني مو مشكلة أكو اختلاف، بس احنا ما راجعناه ولا سمحنا أحد يناقشه. هنا المعضلة الكبرى، يعني أنا سميتها بالبداية ثقافة الاجتماع، احنا نريد بس نناقش، يعني لا بأس أنت عندك رأي آخر، احنا حتى هاي ما نسويها، خلينا نجتمع، لا احنا عندنا مشكلة الآن مع العالم أجمع، نجتمع جميعا كبار ويجلسون مع بعض ويقولوا يا ابا هاي مشكله نعالجها ونحسم الموضوع، مثل ما هسه فيروس كورونا اكو ناس يعني على صعيد الاطباء ومسائل الصحه يجتمعون دائما، وعقار مثلا ما يجوزون الا باتفاق الجميع، يجتمعون فيما بينهم وتصدر هيئات متخصصه وتطلع اعتراضات ويوصلون للنتيجه النهائيه ويحلون المشكله. هكذا الدول العظمى الآن تتقدم وتتطور، ونجحوا خلال سنة بتطوير لقاحات ضد الكورونا مثلا، وماكو خلاف بيناتهم، الكل يقول هذا كورونا هو هذا الترتيب الجيني مالته وهي تفاصيله، ما يجي واحد يقول لا هذا غلط. الفكرة انه الامر يتعلق بينا وقدرتنا على ترحيب الاخر وتقبل الرأي الاخر، وبالتالي ممكن يصير لنا تنوع ثقافي، تنوع معرفي، ممكن يكون العلماني موجود شكو بها، شنو المشكله؟ انت متدين مؤمن، هو ايضا
العلمانية أيضا نوع من أنواع الدين، يعتبر في بعض المجال، بعض يعني التجارب التاريخية هو يعتبر دين علماني أيضا، لأنه أيضا التزام، بفكرة طريقة ورؤية بالعالم والحياة. قد يقول البعض أن مثلا هنالك كان الناس أتم مشروع دولة، مدنية، وكان هنالك يعني حاولوا يسوون العلمانية بمجتمعاتنا وفشلت هاي التجربة، فترة الناصرية، فترة الملكية في مصر والعراق ودول أخرى، يعني منتصف النصف الأول من القرن العشرين. أنا أقول هاي لا يمكن مقارنة بهذه المسألة بهذا الحال، لأن التجربة اللي تسمى علمانية أو ليبرالية كانت تجربة قصيرة. معظم يعني الناس بقوا هم ضمن الحاضنة الدينية القديمة، وناس طلعت مظاهر، لكن كانت تجربة مشروع بسيط، وكان يعني كانت الضوء الذي ينبثق من تركيا، كان عندما كان أتاتورك، كان التجربة الألمانية كان لها يعني كانت النمط الرائج في ذلك الوقت، والكل يحاول يقدم مثل ما الآن النمط الرائج في الفترة 30 40 سنة الأخيرة، كان النمط الرائج هو النمط الديني، والكل يحاول أن يثبت بأنه متدين أكثر من غيره. كان قبل 50 سنة 60 سنة كانت يعني الموجة أو الموديل الراهن في ذلك الوقت يحث على العلمانية يعني إتقان فن المظاهر العلمانية والليبرالية والمتحررة، وبس كانت محصورة في المدن الكبرى وفي مراكز المدن الكبرى وطبقات محدودة، بس ما انتشرت على مستوى واسع وكبير، بدليل مجرد ما جت الموجة الدينية الكل رجع، حتى اللي اعتبروا اللي كانوا يعتبرون هم من التيارات الاشتراكية أو الليبرالية أو العلمانية، معظمهم رجعوا يعني ناس متدينين، بل بعضهم تطرفوا في الدين. تتعلق أيضا بمشكلة المرأة وحقوق المرأة والظلم اللي تعرض على بالنصوص الدينية، والحقيقة هي مو مسألة المرأة، هي مسألة المرأة والرجل والطفل وتنشئة الأجيال، هاي كلها أيضا لها علاقة بالدين، يعني كلها يعني هذه الدين يعني مسيطر ماسكها من جميع الجهات، ماسكها مسكة رهيبة. والآن يصر على تحجيب النساء، هي بالحقيقة مو مسألة تحجيب نساء ولا حجاب، وإذا افترضنا هي فريضة وهي ليست فريضة، يعني الفرائض معروفة هي خمسة فقط. المهم فكرة الحجاب هي ليست سيطرة على المسألة الدينية، لا هي مسألة سلطوية، هي نموذج، لسيطرة رجل الدين على الشارع، وليس على المرأة تحديدا، على الرجل أيضا وزوجها وعلى أخوها وأبوها. فبالتالي عندما يجد رجل الدين انه وهذا الانسان هو رجل الدين في الاحوال، يعني هو يقول لك انا هذه مهمتي واريد افرض تعاليمي على الاخرين، وهم بعد اذا قبلوها قبلوها ايش يسوي؟ فهو يريد يفرض، يعني مثل رجل تاجر بالسوق يريد يصير افضل من غيره، او رجل معلم يريد يصير افضل معلم، وهكذا رجل الدين هاي يسيطر على الناس، فقال لك انا اسيطر على المراه واجبرها، وعندما تطيع وتسمع كلامي وتتحجب ايضا رجلها زوجها او اخوها او ابوها يطلب هذا الحجاب اللي هو علم طاعه، ليس للدين، طاعه لي ولاوامري ولتعليماتي. فاذا انا كلمتي مجابه او مستجابه وامري نافذ، وعلى الجميع اتباعي وسماع كل نصائحي وتوجيهاتي. اذا الفكره فكره سلطويه، هي مو مساله مراه ورجل ومو مساله جندريه فقط، هي مسألة علاقة بكل تفاصيل حياتنا. فاحنا شو نسوي؟ هي مشاكل موجودة، انا ما قلت انه هذه يعني انا احتجت، لا انا اقول هاي مشاكل موجودة، هل ناقشناها؟ هل وضعنا لها حلول؟ لا. لماذا؟ السبب احنا نأجل مشاكلنا، ما نناقش مشاكلنا. والعلة الأساسية في ثقافة الاجتناب اللي لحيت عليها وكررت أكثر مرة، وهاي الثقافة هي اللي علمنا عنها رجل الدين. رجل الدين عندما يصعد على المنبر، لا يحث الناس على مناقشة مشاكلهم، لا، على تقبلها، ويحثهم على ثقافة الاتكاء والاتكال والأدعية، توجيه الأدعية، وعدم إثارة الفتن وما إلى ذلك، عدم الخروج على ولي الأمر. والطاعة أدى أول شيء، كل شيء أدى الطاعة، كل كلامه يتعلق بالطاعة. أما عندما تجي تقول يا أبو فقراء أكو مساكين، روح شوفهم، روح زورهم، ما له علاقة. انتوا شفتوا عمركم شفتوا رجل ديني يطرق باب فقير مثلا، او يروح يفطر او يمشي بالشارع، مجرد يمشي بالشارع ما شفته، يعني تشوف مرات يعني بالصدفه تشوف، بس ما يشوفه، لان يعني هو رجل سلطه. انه قبل هذا الامر المهم
وان نصوص الاسلام هي يعني تبقى نصوص لغويه وهي شبه ادبيه، يعني كتجنيس هي شبه ادبيه، وهاي ما تصلح طبيعتها للتطبيق كما اللي بعض يدعو الى تطبيق. هو نص يعني شلون تطبق؟ هو نص لغوي ادبي، كل انسان يقراه بطريقته، وحتى الخبير يقراه بطريقته، يعني مو بس حتى يعني الفطحة باللغة أيضا يقرأ بطريقته، وهاي حجة مو صحيحة. إذا تريد أن نطبق الإسلام أوكي تعال اجتمعوا شوفوا لنا أي إسلام تقصد به، أي إسلام نطبق، لأن هذا كلام عام ما تفهمه، وحتى اللي يقوله يعني ما يطالب بيقول يا تعالوا طلعوا لنا هذا الإسلام الصحيح ولا لا، هو فقط ينفي أنه هذا مو دين الصحيح، هم دول تجار دين ويدير وجهه ويروح. يا بنت تعال فهمنا اوكي انت وين الدين وش تقصد، شنو المقصود؟ لا لك هو الاسلام الاول ذاك، يا بالاول شنو الاول؟ الاول هو واحد قتل الثاني، كلهم قتلوا بعض، يعني ثلاث خلفاء يكفي من انهم ماتوا قتلا قتلوا، والاول ابو بكر يقال مات مسموما، وحتى الرسول يقال انه توفي بسبب السم بسبب زوجته صفيه اللي يعني سباها بموقع خيبر. المهم الاسلام الموجود هو إسلام يمثل السلطة، أما الشيعة والداعش والإخوان فهذول مجرد يعني أشبه بالمعارضة السياسية لدين حاكم وسائد من خلال تخرج الدول وتقوم الحكومات والسلطات وتتوزع المسؤوليات بين الناس جميع بين المسؤولين، وأغلبهم أقروا بسلطة هذا الدين الموروث الشائع. هذا هو مختصر نظام السياسي العربي الإسلامي، وهذا هو المعتمد والمتواصل فوق رؤوسنا منذ مقتل الخليفة عثمان حتى اليوم، وهذا هو النظام اللي يناظر يعني شكليا النظم السياسية الأخرى المستبدة عادة. أما من يعني يتعاطى أو يتعاطف مع قطب من أقطاب هذا النظام القائم على الهاجس الديني أو الأسس الدينية، فهذا يعني هو أما يعني مغفل حاشا الطيبين، وأما من المنتفعين بهذا النظام أو العاملين لصالحه. الإسلام الذي ورثناه هو سياسي في غاياته، وبدليل أنه حلم الشيعة الآن مثلا هو قيام دولة المهدي، وحلم السنة مثلا هو قيام دولة الخلافة على منهاج النبوة كما يدعون طبعا. زين هاي شنو أحلام سياسية يعني هنقلك ما له علاقة بالسياسة، يعني هذا كلام عجيب والله. على كل حال المشكلة وين؟ إنه أكو مثقفين هم يروجون مصطلح الإسلام السياسي، هم يعني يضعون هذا الإسلام السياسي شماعة لكل الجرائم الفكرية والجسدية اللي ترتكبها داعش وأمثال داعش وأمثال يعني جماعة الشيعة المتعصبين أيضا، وكأن هؤلاء كلهم جاءوا من عالم آخر ما له علاقة بالإسلام. كأنما الإسلام يعني هذا الشيء موجود يعني ما أعرفه يعني بقرب القمر في المجرات، وهذولا طلعوا من مكان ثاني، هذا شيء عجيب يعني. إحنا هذا سببه إحنا ما نعرف نصرف ما نعرف نفكر ولا نريد نفكر، نريد نتبقى الأمور كما هي وندفع الثمن من صحتنا ومن حياتنا ومستقبل أولادنا ومن أموالنا وحالنا حالنا وحلالنا واستقرارنا وأماننا وكل شيء. وأنا أقول إنه هاي المصطلحات اللي وضعناها مثل إسلام سياسي، إسلام عقائدي، ومصطلحات هذا يساري، هذا يمين، هذا متطرف، هذا إرهابي، هذا معتدل، هاي ما موجودة، هاي أشياء كلها حديثة طلعناها، وهي مجرد محاولة للإفلات من مسؤولية مواجهة الواقع، مسؤولية اتخاذ قرار بحقه واتخاذ موقف. هذا تهرب وعلينا أن نكف عنه. أكو هناك بعض يقول إنه لا المسؤولية ما ليست على عاتق التيم 100%، بل هي مسؤولية لها علاقة بالدول الغربية والدول الكبرى، وليش ما تتحدثون عن الإرهاب الغربي اللي ماتوا بملايين؟ فأقول هذا موضوع آخر، يعني اللي يسميه إرهاب غربي هذا هو يبقى إرهاب بشري، هذا قابل للفهم وقابل للحوار. وأيضا معظم الدول اللي سوت الغربية اللي سوت هذا الإرهاب أو العنف اعترفوا بالأخطاء وقالوا أنه إحنا سوينا مشاكل وأبدنا شعوب وقدموا اعتذارات، ويعني مفهوم بالنتيجة مفهوم،
بس مو مثل الإرهاب لو مقدس ومتوهم. والأنكة هو عبثي أيضا ما بمعنى، ما يؤدي إلى نتيجة، ولا يبني بلدان ولا يبني أمم ولا يطور شعوب، إنما يخلف ويرجع شعوب. هو أصلا هذا الإرهاب أو هذا الأفق، إذا افترضنا مو إرهاب، إذا افترضنا يعني توجه العقائد الفكري، هو أصلا يقول لك ارجع لورا، يعني ارجع وين؟ زمن الجمال والبعران. شيء عجيب والله. اكو بعض يقول لا، انت هذا طعن في الدين وانت عندك تحامل، و يعني ما اعرف، يعني ما اعرف ليش طعن في الدين، يعني هذا الاسلام الموجود عاجبكم؟ يعني ما اعرف. احنا ما نتحدث عن الاسلام اللي في الذهن وفي المخيل وفي الوجدان، اتحدث عن الاسلام اللي حصلناه، اللي عرفناه، اللي قريناه. هذا الاسلام اللي قريناه احنا هاي 200 سنه، ولا ما نعرف شو هذا ما نعرف شنو، كل اللي جانا من وراها نعرف. فاذا يعني شنو المشكله؟ اكو بعض يحتاج يقول المشكله مو بالدين، بالعقليه العربيه، وهي اللي تضع الكل بخانه واحده، وهاي دائما العقليه العربيه بها هاجس نفسي باستهداف الاخر ورفض الحوار. وهذه العمليه تسبب انه البعض يحاول عنده حقد للدين او ضد الدين، يحاول تشويه الجميع. وهاي العمليه ترافقت تاريخ الاسلام باكمله. يعني اقول هاي المشكله يا اخي في الدين. العقليه العربيه ما كانت توجد اصلا لولا وجود الدين والقران والاسلام في تاريخنا. وهذا القران هم اختطفوه ولا اتباعه الفقهاء والسلاطين وجيروا صالحهم. وهذا ما ممكن بعد نراجع، يعني ما نقدر، يعني شو دي نسوي؟ يعني هاي ممكن ترجع للزمن بالوراء، احنا نفهم القران بالطريقه اللي وصلنا. يعني بعد ما نقدر احنا نطلع، يعني شلون واحد مثلا اكو شيء غلاس انكسر، يعني او كاس زجاج انكسر، بعد ما يقدر الصراحه، او انه انت تعودت تشوف هذا الكاس بهذه الطريقه، او هذا البيت هدم راح التصميم مالته، ما تعرف بعد شلون ترجع له. فكيف ممكن تراجع؟ المراجعه فقط ان نقرا بعين الحاضر، يعني نقرا النص الاصلي ما دام هو محفوظ وموجود، نقرا بعين الحاضر ونحسم المشكله. انا رايي ان محمد ابن عشره وزمانه، والأفق الثقافي اللي نشأ به، وقد أجاب قراءته واستثماره لا أكثر. كل ما عدا ذلك وحتى الآن، أما قضايا مثل صراعيات الإلحاد، الإيمان، الله، الشيطان، أرض السماء، الجنة، النار، هاي كلها لم تعد تنتسب للعصر، وتجاوزتها الأمم والحضارات المعاصرة. وأتمنى أن يكون هذا الفيديو شيء يقدم لكم شيء ومعنى، وأسمع ملاحظاتكم بكل اعتزاز، وراح أجاوب عليها بالكامل.